بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في عالم آمال. اليوم تانيك نديكم إلى فن الخياطة أو عالم الخياطة. دائما مع زوجة أخي، ربي يحفظها ويعطيها صحتها. ها هما الأشياء اللي تخيطهم، ما شاء الله عليها، خياطة تاعها متقنة. شوفوا كل واحد والذوق تاعه، كاين قنادر تاع الدار، قنادر تاع العراس، ان شاء الله ينالوا اعجابكم كما راكم تشوفوا. وكل واحد ديما نقول لكم والذوق تاعه. بغيت نقول لكم زوجة اخي عندها اتولي تاع خياطه، تخيط للناس، لجميع الناس. هي تعيش في الجزائر، بالضبط في الغرب الجزائري وهران. اللي بغى يتصل بها، راني خليت لكم الرقم تاعها، هو 0799 44 55 10. صراحة هي خياطة ماهرة وتستاهل كل خير. هاره كل مرة إن شاء الله ندي لكم واش تخيط، أنواع اللي تخيطهم إن شاء الله يعجبوكم. كما تشوفوا هنا كاين الوهراني، هو تاع الغرب الجزائري، اللباس تاع الغرب الجزائري. كاين القفاطن، كاين بيجامات كما راكم تشوفوا.